طيب هذا ما يجب، الواقع بأن احنا ما الذي يقع في عاشوراء؟ واقعنا لا يخفى عليكم، نحن أبناء الأحياء الشعبية فنعرف شنو هذا الشيء، ونكلم أناسا مسجدهم في حي شعبي الذي كبرنا فيه وحوله. أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء؟ سؤال أطرحه على نفسي وعليكم، أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء؟ أين حرمة شهر الله المحرم؟ يخرج شبابنا ليتقاتلوا في الأزقة، واش عرفتوا شحال من سنة ونحن نكلم الناس عن فضل عاشوراء؟ نقول لكم شحال من سنة، أكثر من 1440 سنة مر على الأمة زمان استفادت من الخطب ومن الدروس ومن المواعظ ومن دروس العلم، فاكتست الأمة بأزهى حلة. ما نقولش فحكمنا العالم، ما كيهمناش شيء، لكن ساد الدين في العالم وهذا اللي كيهمنا. الآن 52 خطبة جمعة في السنة، إذ في السنة 52 أسبوعا، 50,000 مسجد، هذه اللي رسمية أو ما يزيد في بلدنا المغربي فقط، وضربت 52 خطبة جمعة في 50,000 مسجد، وانظر إلى واقعنا. السؤال ما الذي يقع؟ واش ولادنا تيضربوا يديهم وكذا وتيخرجوا الفلوس باش تيشريوا القنبول؟ تيشريوه بالفلوس والديهم؟ طيب من الذي يعطيهم هذه الأموال؟ ألا تعلم أيها الأب أنك مسؤول عن الفتيل والقطمير بين يدي الله عز وجل؟ والله تغنتحسب على الريال وعلى الجبريل، وانت عاطيها لولدك وتعلم يقينا أنه سوف يشتري بها شهبا وألعابا نارية ومفرقعات. أنخرج أولادنا للشارع ليحتفلوا كما تحتفل النواصب؟ أنفرح ونحن نصور أولادنا وهذه هي الأعم والأطم؟ نتخذ صورا لأولادنا فرحين بما؟ بأن أولادنا يطوفون حول النار ليلة عاشوراء ويقفزون من فوقها على عادة بل على عبادة المجوس. أيفرح الرجل الذي يقول عن نفسه رجل ويظن أنه المعني في سورة الأحزاب في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهو يشتري آلات معازف وآلات موسيقية لزوجته وبناته ويتركهن في الشوارع يجبن ليلة عاشوراء يطبلن ويزمرن ويغنين في كامل صورة من السفور والفجور؟ ألا تعلم أنك مسؤول عن هذا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول ليس بمعنى كما يفهمه الغرب، المسؤول هو الذي له مكانة مرموقة، المسؤول في الإسلام هو الذي سيسأل، وكلما عظمت المسؤولية كلما كثر عنها السؤال. ماذا ستقول لربك عز وجل؟ أنا أطرح عليكم طلب واحد، اسألوا الأطباء الذين يشتغلون في قسم المستعجلات، قسم المستعجلات، ناس خوتنا اللي مفرنسين شي شوية ليزيرجونس، في قسم المستعجلات، سألوا الأطباء وقولوا لهم كيف تمضون ليلة عاشوراء؟ وسيحكون لكم. هكذا أمرنا أن نحتفل؟ ديننا فيه الفرح، ديننا فيه السرور، لكن بضوابطه الشرعية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما آن لمنسوب الوعي أن يرتفع في أذهان المسلمين؟ نحن ما كنكلمكش على الشرع فقط، أنا كنكلمك على الشرع الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مهمته الأولى أن يرفع منسوب الوعي في أذهان الناس. إنسان عنده عمل يثق له مبكرا، عنده صلاة الصبح، واحد مواظب على قيام الليل، عنده جدة مريضة داخل البيت، عنده أب ديالو طريح الفراش، أنت تشتري لأولادك المتفجرات والمفرقعات؟ لا يتركون أحدا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة.
بقاو يفرقعوا بالليل وبالنهار، لا الناس تنعس، انت ولادك حيت ما عندكش مشكل، ولادك يبقاو مجبدين رجليهم ومشبحين حتى الظهر، انت فرحان حيت عندك تريكه ديال طرنقلوات في الدار. لكن الناس يتأذون بسبب هذا. ألا تستحي من ربك عز وجل؟ هذا أمر لا بد من الرجوع عليه، لا بد من الوقوف عليه، وهذه فرصة، هذه مناسبة. وذكرهم بأيام الله عندما كنا نصنع الأمجاد ويقلدنا غيرنا، صرنا نقلد من غيرنا الفتات، بل ما عافه غيرنا صرنا نتشبث به. احنا ما نطالبين الناس لا انهم يقلدوا الاخرين لا في المزيانه ولا في الخيبه، ما نطالبين الناس غير انهم يخرجوا المزيان اللي فيهم فقط. هذه عاشوراء، وهذا شهر الله المحرم، وهذه حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يتوجب علينا ان اردنا التقرب الى الله عز وجل فعله، وهذا ما يتوجب علينا اجتنابه ان اردنا ان نكون في مستوى هذا الدين، كما أثر ذلك عن ابن القيم رحمة الله عليه وهو يقول: ما أعظمه من دين لو كان له رجال. اللهم اجعلنا من الرجال الصادقين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا اللهم في زمرتهم، ولا تحدنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى تدخلنا مدخلهم وتوردنا موردهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق اللهم من بسطت يده في أرضك وبلادك أمير المؤمنين محمد السادس، اجعله بكتابك عاملا ولسنة رسولك صلى الله عليه وسلم متبعا، واجعله على رعيته مشفقا، أحيي اللهم به السنة، وفقه اللهم لإماتة البدعة. اللهم اجمع شمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجمع شمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجمع شمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبنا، وحد صفوفنا، اجمع شملنا، سدد رمينا، اجمع على الحق كلمتنا، ألف قلوبنا، فإنه لا يؤلف قلوبنا إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على عدونا وعدوك، اللهم انصر كل من رفع رايتك، إما بالكلمة أو بالسنان أو بكيفما كان نوع المجاهدة التي هي خالصة لوجهك وتعلى بها كلمتك. اللهم سددهم وانصرهم.